لقاء مع الفنان خالد زكي اتكلم عن تكريمه بمهرجان السينما المصرية وانه كمان هيقدم عمل ما بعد رمضان، وايضا اتكلم عن المنافسة بين الاعمال الفنية. تعالوا مع بعض نشوف قال ايه. التكريم النهاردة يعني انا فخور بيه جدا وسعيد بيه جدا، وبنتهز هذه الفرصة وبشكر كل السادة القائمين على هذا الحفل الرائع المحترم، وبتقدم لهم بكل التحية، وبتمنى ان كل خطواتهم القادمة تبقى فيها كل النجاح وكل الانجازات كالعادة. والله لما يكون في عمل كويس الواحد بيقبل، انما لما بيكون في عمل نص نص انا ما بحبش يعني، انما ان شاء الله بعد رمضان يكون في عمل كويس. انا اول من ناديت من سنين فاتت انه ما ينفعش يبقى رمضان هو الموسم الوحيد للدراما، لازم نرجع زي زمان. زمان كان كل سنة مواسم، فأول حاجة بتسري الفنون، بتسري الأعمال الدرامية، بتعمل تنافس كويس، لأنه كثرة الأعمال بتعمل تنافس كويس جدا. بالتأكيد بتلاقي عمل ممتاز وعمل دون الممتاز وعمل ضعيف، إنما هذا هو الحال في كل بلاد العالم، ولكن كثرة الأعمال مهمة جدا جدا للتواجد الفني الشديد وللتنافس، والتنافس بتلقائية شديدة بيؤدي إلى الارتقاء بالمستوى الفني.